بسم الله. برنامج الفيوجن 360 هو برنامج حديث من شركة اوتوديسك، بيجمع بين الكاد والكام. الكاد اللي هو كمبيوتر ايد ديزاين، من امثلته الاوتوكاد، وفي برامج كتيرة جدا بتتعامل بنفس التقنية. هو الفكرة كلها كمبيوتر ايد ديزاين، هو بيديك بعض الادوات اللي بتساعدك، بدل ما كانت الناس بترسم على ورقة ولو في اي غلطة بيقطع الورقة، لو عايز ينسخ نفس اللي هو عمله في اللوحة ديت بيضطر يعمل فونسة او بيضطر يعملها من اول وديد. فبدل ما القصه دي كلها بقى الموضوع كله على الكمبيوتر، بحيث ان انت تقدر تطفي الليارات، تفتح الليارات، تقدر تعمل سيكت تقول له تنسخ اللوحة كلها. الاوتوكاد بيعتمد ان انت ترسم اقواس وخطوط ببساطه جدا. في 3D، بس هو الاغلب الناس اللي بتشتغل على الاوتوكاد فعليا بتعتمد على الرسم ال2D، ولو عايز يعمل حاجه 3D فبيعملها في 3D ماكس. قليل قوي اللي بيشتغل الاوتوكاد 3D، في ناس بتشتغل بس قليل. الكام هو حاجه خاصه بالناس اللي بتشتغل في طباعه ثلاثيه الابعاد او المكن CNC، بيعمل هو موديل ونمذجه، شغله كله على الحاجات 3D، وبيعمل نمذجه وبيبدا يشوف لما هيطبع الحاجات ديت. يعني هو بيرسم الحاجه الاول على الكمبيوتر ثلاثيه الابعاد، وبعد كده بيدي امر للبرينتر تطبعها، فهو بيبدا يشوفها ويبدا يشوف في الحاجات دي لو ما هتصنع هتخبط مع بعض ولا هيبقى فيها مشاكل. يعني مثلا هو اللعبه مثلا مكونه من كذا قطعه، فالقطعه دي هتتحرك فعلا مع بعض بانسيابيه ولا هتخبط في حاجه، فهو بيعمل الحاجات الثلاثيه الابعاد ديت. تمام، الانفنتور من امثلته والسوليد وورك، فهو بيجمع بين الاثنين بحيث ان انت تقدر تعمل مباني او تعمل مبنى ثلاثي الابعاد او تعمل اي حاجه انت عايزها ثلاثيه الابعاد بطرق سهله. يعني هو بيديك ادوات كتير جدا بتسهل عليك الشغل. ان شاء الله في كورس هنشرح كتير منها، تمام، قدر امكان يعني. وفي حاجات طبعا 2D، بس هو 2D معمول كله عشان تحوله 3D، تمام. هتلاقي البرنامج سهل وبسيط. البرنامج مش من برامج البيم، لكن بنستخدمه في البيم ان احنا نعمل نمذجه بطريقه سهله. يعني ادوات النمذجه اللي موجوده في الريفت قويه وتقدر تعمل اي شكل انت تتخيله، بس ممكن مثلا شكل معين تاخد منك 6-7 اوامر في الريفت، تقدر تعمله هنا في الفيوجن بامر او امرين، فهتلاقي الموضوع هنا اسهل بكتير. فبتعود هتلاقي نفسك ان انت الاشكال الصعبه او الاشكال اللي هي كانت بتاخد وقت منك في الريفت هتيجي تعملها هنا في الفيوجن 360، وتقدر تصدله للريفت كمشروع او كفاميلي وتشغل عليه عادي جدا. فهو البرنامج سهل جدا وبسيط، وهتلاقي ان لو انت شغال اوتوكاد هتلاقي جزء كبير قوي مشابه للي انت كنت شغال عليه في الكاد. لو انت شغال 3 دي ماكس او شغال انفنتور او شغال، يعني هو جمع بين ادوات كتيره جدا. يعني هو حتى ممكن تخصص الواجهه بتاعته تقول انا عايز طريقه الشغل قريبه من البرنامج اللي انا متعود عليه. فان شاء الله تستمتع مع البرنامج وتلاقيه سهل وبسيط، وان شاء الله ما يكونش فيها مشاكل خالص. استخدامه ان احنا بنعمل الاشكال اللي هي بتاخد وقت كتير، بالله هنا البرنامج بيوفر لنا الوقت وبيوفر لنا ادوات كتير جدا نقدر نعمل بيه الشكل بسهوله، وبيديني ادوات ان انا اطبعه بسهوله برضو جدا. وهتلاقي فيه ادنس كتير جدا تقدر تساعدك في انها تسهل عليك الشغل. دوت اول ما بتشتغل على البرنامج بتلاقي هنا بيقول لك انت عندك مثلا 30 يوم في السجن، 30 يوم تجربه، فلما تشتري النسخه او تقول له ان انا طالب، تمام، او ستار اب، فانت ده هيديك 3 سنين وده هيديك سنه. هو مجرد بس تيجي هنا تختار الدوله اللي انت فيها وتقول له اي اكسبت وتقول له سبميت، بس خلاص خلصت، تمام. فالموضوع سهل ان انت تحصل على نسخه 3 سنين، وقبل ما 3 سنين تخلص هيكون النسخه خلصت او تكون النسخه تانية نزلت، فما تشغلش بالك. هي الشركات الكبيره زي اوتوديسك بتنزل البرنامج، عارفه ان ومسامحه ان الطلبه والناس اللي شغاله في البيت تشغل عليه عادي، هي بتركز على الشركات الكبيره. من الحاجات المهمه ان انا اسيف الشغل بتاعي. طب هنا انا لما بقول له سيف بيسالني عايز تسميه ايه وعايز تحطه في اني بروجكت في الكلاود. بيبقى انا عندي كذا مشروع شغال عليهم على الكلاود. الكلاود دي هي السيرفر بتاع اوتوديسك. اوتوديسك البرامج اللي هي اخرها 360، تعرف ان دي الحاجات دي بتسيف على سيرفر على الانترنت، بحيث ان في بعض العمليات ممكن تكون تقيلة او انت عايز تشارك الشغل ده مع زمايلك. يعني ممكن كذا واحد يبقوا شغالين على نفس الملف في نفس الوقت وكله يشوف شغل زمايله،
نفس الفكرة تمام. في بعض الأوقات بيبقى الفكرة كلها إن أنت عندك أمر مثلا تقيل زي أمر ريندر الجهاز بتاعك ممكن ما يستحملوش، فتخلي ال 360 هو اللي يعمل لك الريندر أو يعمل لك السيموليشن. الأوامر التقيلة ممكن ترميها على السيرفر اللي هناك تمام، فأنت بتسيف الشغل بتاعك على السيرفر تمام. وفي حاجة أخيرة إن أنا ممكن أجي هنا أقول له شير تو فيوجن 360 جالري. جالري هي مكتبة موجودة على النت وهنشوفها مع بعض ونشوف ازاي نحمل منها. بترفع الشغل بتاعك بحيث ان الناس تشوفه تنتقده ويحمله ويستفاد منه، بتشارك الحاجات دي للناس اللي هي بتستخدم فيوجن 360. ان شاء الله اتمنى البرنامج يكون لذيذ واتمنى ان انتوا تشتغلوا بيه فعلا وان هو يفيد لكم بإذن الله.